أين لك النعيم وهو يعيدك ونفضل وغلب ولكن بعد على نفسي وجعلت مقدورا إن فرقا عظما ثم قل لي يا من المشرين بسيد الأولين والآخرين ثم خرج عني وإذا أنا بثوب من الدماج قد بشر ما بين السماء والأرض طائر يقول خذوا وغيبوا عن أعين الناظرين فإنه رسول رب العالمين قالت آمنة فبينما أنا متعجبة من ذلك وقلت لم أحس بوجع ولا آلام إذ وضعت أمي ولدي صلى الله عليه وسلم.